سلامة، أنا نادير بالميش الأدمين تاع صفحة البيرسونال براندينغ. من مواليد 21 جانفي 1990 بتونس المدينة، متخرج ماجستير في سلامة المعلومات، وزاد عندي صفحة لوتيس أرت اللي هي متاع تصميم جرافيكي، وبيانتو نولي وزاد برودكسيون إن شاء الله. وزاد معاها حاجة أخرى، عامل زاد سيرتيفيكا في الماركتينغ ديجيتال، وناشط زاد في البزنس توسكيسون ماركتينغ. بيرسونال براندين، وشنو بيرسونال براند؟ هي العلامة الشخصية متاع شخص معين، راه منفصل على البزنس نتاعو، منفصل على أي حاجة يعملها، هي تقديم الشخص نتاعو كمؤثر، وشنو هي المحتويات اللي يهبطهم، وشنو هي الحاجات اللي تميزوا على باقي الناس اللي تعمل في المحتويات. علاش بيرسونال براندين؟ بيرسونال براندين هي شنو نحكي كلها؟ هو ثم برشا ناس يديفيو، معناها الشركات اللي يخدموا معاها يديفيو المجموعة اللي هما فيهم، أما ينساو رواحهم، ما يديفيوش رواحهم، وما يعطيوش قيمة لرواحهم. وبالطبيعة علاش هي بيرسونال براندين؟ بيرسونال براندين على خاطر كل شخص هو الوجه متاع الشركة، هو الوجه متاع المجموعة، هو الوجه متاع أي أورغانيزاسيون تعمل في العالم. المحتويات اللي احنا باش نهبطوهم، بالطبيعة المحتويات اللي احنا نتناولوهم اللي هي مختلفة عن الكل، كيما اللي كومنتير توكسيك اللي بالحق نسمعوا فيهم ديما ونقراوهم ديما على الفيسبوك، على التويتر، على اليوتيوب. مثلا واحد يهبط محتوى يقول ما يخليهم يقولوا فيه، يفخوه، يهبطوا له زاد ليزامبري ميكرون، يخليهم يقولوا فيه، معناها يقردوه، معناها العبد هذاك. هذاك هو باش نحكيو فيه ان شاء الله الموضوع هذاك. علاش عملنا اللوجو متاع الفيل؟ بالطبيعة الفيل يرمز للحكمة في الحضارة الصينية القديمة، والفيل زادا يرمز بذكرته القوية، وعلاش لونه ذهبي؟ على خاطر قيمة البيرسونال براندين من الذهب، وزادا عنده حاجة أغلى من الذهب وأغلى من الدياموند اللي هو العاج اللي في الانياب متاعو، هذاك هو الفيل اش يرمز. كيفاش ننجم نعاون؟ كان انت ما فهمتش شنو المحتوى، شنو هي اللي قلته معناه في المحتويات، وشنو هي الشيء اللي حكيته، انا ننجم نجاوبك معناه على التعليق بطريقه بروفيسيونيل على الاخر. وانا هوني باش نعاونك، باش نحكيو قصص اللي تلهمنا، ونحكيو حتى معلومات تاريخيه نتنجم تعلمنا برشا حاجات، وزيد نتعلموا من بعضنا، وزيد نتطوروا اكثر، حتى انا زيد نتعلم. سوريز سور كاتو، باش نحكيو الكلوزينغ كيما حكيت لك. ان شاء الله تنال اعجابكم من البيرسونال براندينغ نتاعي، وان شاء الله نزيد نتطوروا اكثر ونحسنوا اكثر في الكاليتي. اي باي.